قررت القناة الثانية دوزيم إيقاف الإعلامي ودي عدادة عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس للتحرير اعتباراً من 21 من أكتوبر الجاري. النقابة الوطنية للصحافة المغربية أدانت القرار واعتبرته جائراً وتعسفياً، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ترهيب الصحفيين وثنيهم عن الانضمام للنقابة. وأوضحت النقابة أن توقيت اتخاذ هذا القرار يثير تساؤلات حول محاولة قمع أكثر من 100 صحفي وصحفية يعملون داخل القناة، ووصفت التصرف بأنه أرعن، ودعت المسؤولين داخل القناة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذه القرارات. كما أكدت النقابة استعدادها لخوض معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة، داعية المدير العام والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات التي تلحق ضرراً بسمعة القناة داخلياً وخارجياً. قرار توقيف ودي عدادة جاء بعد فترة قصيرة من تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية، ما دفع النقابة إلى وصف القرار بأنه انتقامي.